ولأولى فقراتنا لليوم حنروح لمساحتنا القانونية وحنضوي على موضوع الاستثمار اللي نحن بنعرف أنه هو بيرتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد. دائما الدولة بتسعى لتوفير ظروف تكون مواتية للمستثمر لتقدر تجذبه، وبهذا الطريقة نحن عم نروح لدعم الاقتصاد لتوفير فرص العمل لإقلال من نسبة البطالة بالبلد. وبالناحية الثانية أيضا المستثمر اليوم المطلوب من الدولة أنه توفر له الظروف الملائمة لنجاح مشروعه بالإضافة للقوانين اللي ممكن تحميه. الدولة السورية مؤخرا ضمن 2023 و2021 أصدرت قوانين حماية للمستثمر، خلال فقرتنا لليوم رح نضوي عليها بالإضافة لبعض الاستفسارات اللي حيجاوبنا عليها ضيفنا اللي هو أكيد ضيفنا باستوديو صباح نغير. وضيفنا أكيد اليوم من حلب بدنا نقول له أول شيء الحمد لله على السلامة ونرحب فيه، المحامي فراس جهاد الأعرج. يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، أسعد الله صباحكم وصباح جميع متابعين. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي بالبداية عن الحماية القانونية واللي وفرها المشروع السوري للاستثمار. بالحقيقة المشرع السوري أرسى أعلى درجات الحماية للمستثمرين والاستثمار بشكل عام. طبعا هنا نقصد بالمستثمرين السوريين وغير السوريين، لأنه الاستثمار ليس محصورا على المستثمر السوري. هذه الحماية بصراحة أرساها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 2 لعام 2023 من خلال عدد من المبادئ والضمانات التي نص عليها القانون في المادة رقم 4 ورقم 5. هذه المبادئ والضمانات في الحقيقة توفر أعلى درجات الحماية كما أسلفنا من خلال النص عليها صراحة. هذه المبادئ هي حماية المستثمر وحماية العملية الاستثمارية، ضمان تشجيع الاستثمار في الدولة، حماية المستثمر من المنافسة الاحتكارية، ضمان تأمين المساواة في فرص الاستثمار، إلى ما هنالك مبادئ. أهم ما يمكن أن يقال في الحماية هي الضمانات التي وفرها المشرع في الحقيقة، وهي أولا ممكن نذكر بعض التفاصيل البنود. الحماية القانونية الفعلية خلينا نسميها هي عدم إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، إضافة إلى عدم فرض الحراسة إلا بموجب قرار قضائي، هي تعتبر أعلى درجات الحماية. إضافة لذلك عدم نزع الملكية، ملكية المشروع، إلا يعني إجراءات معينة للمنفعة العامة. هنا حصرها المشرع بالمنفعة العامة. وإضافة لذلك المشرع يعني إذا حصل وتم نزع الملكية يجب أن يتم تعويض، يجب أن يتم تعويض المستثمر بتعويض يعادل قيمة المشروع ببداية استثماره. نعم. وسمح له أيضا بتحويل مبلغ التعويض إلى خارج البلد بعملة قابلة للتحويل. أيضا يمكن أن نسلط الضوء على عدم فرض إجراءات أو أعباء إجرائية جديدة أو أعباء مالية جديدة لم تكن موجودة في الدليل الإجرائي الأول حين تقديم طلب رخصة الاستثمار أو إجازة الاستثمار. أيضا بصراحة الحماية الأخيرة في القانون السوري بالفقرة الخامسة، المادة الخامسة، هي كتير مهمة، وهي عدم إلغاء الاستثمار أو عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد تبليغ المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وإعطاءه مهلة 90 يوم، وهذه المهلة لا تكون سارية إلا من تاريخ تبلغ المستثمر لهذا الإنذار، وأيضا يجب أن يكون القرار معللا. هل كان هاي القوانين مرضية للمستثمرين إن كان بالبلد وإن كان من الشركات الخارجية؟ بالأكيد، يعني بالنسبة للقانون الاستثمار كما أسلفنا هو قانون حماية للمستثمرين والاستثمارات في الجمهورية العربية السورية، سواء كان المستثمر داخلي أو خارجي. يعني نحن بيهمنا كمان نسلط الضوء، سنسلط فيما بعد إلى عملية جذب رؤوس الأموال إلى البلد من خلال خاصة بهاي الفترة نحن بحاجة اليوم لترجع سوريا من أول جديد ودعم الاقتصاد. خلينا نحكي بين المستثمر وصاحب المال أو رأس المال. اليوم القانون أيضا فرق بين الطرفين، هل أعطى قوانين لكل حدا منهم؟ هنا بداية أود أن أنوه أنه هناك فرق بين المستثمر وصاحب رأس المال. للأسف قد نجد بعض الأشخاص ممن تسول لهم نفسهم العبث في رؤوس الأموال، والتفريق بين المستثمر ورأس المال يعني أو صاحب رأس المال أمر بالغ بالأهمية. فقد نجد أنه بعض الأشخاص يستفيدون من فكرة الاستثمار بشكل سلبي، فيقومون بجمع الأموال تحت غطاء أو تحت الاستثمار الوهمي أو إقامة شركة وهمية إلى ما هنالك،
للعبث برؤوس أموال وجمعها لتوظيفها كما حددها القانون، سنذكره بعد قليل. حدد القانون بأنها توظيفها في تشغيل هذه الأموال تحت مسمى شركة أو أي عمل تجاري وهمي. هنا تدخل المشرع السوري في الحقيقة منذ 3 عقود تقريبا، في القانون رقم 8 لعام 1994، وقبله طبعا القانون رقم 1949 لعام 1949، قانون 148 قانون العقوبات العام الذي تم تعديله في العام 2011 بما يخص الاحتيال أو ما جرى مجرى الاحتيال، كمان صراحة نتطرق له بعد شوي. هنا القانون جمع الأموال اللي هو قانون رقم 8 لعام 1994 حدد وفصل بشكل يعني ممل الموضوع جمع الأموال من خلال تحريم جمع الأموال تحت أي غطاء أو توظيف هذه الأموال أو استثمارها تحت أي بند شركة أو إلى آخره. وهمي. تماماً وهمي. جرم هذه العملية حماية لأصحاب رؤوس الأموال. حماية لأصحاب رؤوس الأموال، فرض عقوبات رادعة ومشددة لكل من تسول له نفسه العبث برؤوس الأموال. فهنا أصبح لدينا أستاذ، هي القيود إمتى بتتم؟ أنت حكيت أنه لازم يبلغوكم قبل 90 يوم، أو إمتى بتتم هاي القيود؟ شو هي الإجراءات اللي بتكون الشركة أو المستثمر أنه متبع لحتى صار في هاي القيود عليها؟ لا، هون بدنا نفرق الموضوع. 90 يوم هو مذكور بقانون الاستثمار رقم 2 لعام 2023 في حال وجود مخالفة. صحيح. هناك الحماية بصراحة مدنية تعتبر. هنا نتكلم عن الحماية الجزائية. الحماية الجزائية حسب المخالفة يعني. تماما الحماية الجزائية للاستثمار بقانون خاص مستقل تماما عن قانون الاستثمار، هو القانون رقم 8 لعام 1994. جرم من يقوم، يعني هنا فرقنا بين صاحب رأس المال وصاحب الاستثمار الفعلي. هنا جرم المشرع من يقوم بجمع هذه الأموال لتوظيفها تحت مسمى استثمار وهمي أو شركة وهمية. تدخل المشرع هون بحق، وتحسب له نقطة إيجابية وسباقة كون أنه المشرع السوري دائما يواكب التطور القانوني والتشريعات المعاصرة. هون اسمحوا لي أنه أذكر بعض التشريعات العربية مثل المشرع البحريني بعام 2014 عبر برلمانه ناقش مشروع تعديل قانون العقوبات العام لإضافة قوانين تجرم جمع الأموال. يعني نحن من 1994 من 30 سنة تقريبا معالجين هاي المشكلة. المشرع السوري مشكور بصراحة. جمع الأموال، هنا المشرع السوري فرض عقوبات رادعة ومشددة لكل من تسول نفسه كما ذكرنا. تصل العقوبة المانعة للحرية فيها إلى 15 عام، إضافة إلى عقوبة مالية هي الغرامة تعادل مثلي المبلغ المجموع، وقد يكون رقم كبير بصراحة. نحن عم نشوف حاليا بالأونة الأخيرة بالمحاكم، يعني من خلال عملنا بنشوف أنه كثرت هذه الظاهرة، ولكن القانون السوري كان مثل ما بيقولوا بالمرصاد لهذه العملية. إضافة لذلك يجب عليه هون الالتزام المدني، يعني هون الالتزام الجزائي هو العقوبات الرادعة، أما الالتزام المدني فأوجب على جامع الأموال أن يرد كافة الأموال التي تم جمعها إلى الجمهور كما حددها القانون في المادة الأولى منه. المادة الأولى ذكرت أنه إذا تم جمع الأموال من جمهور، طبعا هون كلمة الجمهور في القانون. شفنا كتير عمليات يعني لشركات وهمية بالسنة الماضية، يعني في ناس كتير راحت ضحية لشركة بدون ذكر أسماء، يعني تحت مسمى الاستثمار والتشغيل، ضبل بيجي وراح من الآخر يعني. تماما. هي نفسها مبدأ التشغيل، أو في شركات كانوا هي متبع مثل الشجرة 50,000، هي نفسها المشاريع الوهمية. في الحقيقة للتفريق، يعني محكمة النقد مشكورة بهيئتها العامة وضعت معيار للتفريق بين صاحب رأس المال وبين المستثمر. وهون أنا بدي أسألك اليوم. طيب. القانون يعني كان واضح وصريح لجميع البنود بموضوع الاستثمار، وراح للتفريق بين المستثمر وبين الشخص جامع الأموال. اليوم كيف فرق القانون بيناتهم؟ التفريق المعيار بصراحة حددته محكمة النقد بهيئتها العامة، لأنه القانون في المادة الأولى القانون 8 لعام 1994 حدد كلمة الجمهور، أطلق مصطلح الجمهور. الجمهور في القانون كما ذكرنا بالمادة الأولى جت محكمة النقد بهيئتها العامة وحددت باجتهاداتها المستقرة حاليا على أن الجمهور هو 3 أشخاص على الأقل. يعني 3 فأكثر، يعني إذا قام شخص، طبعا هون الشخص الموضوع يحتاج بصراحة إلى وقت طويل للشرح، ولكن نحن نأخذ بشكل بالعموم. تمام. الشخص هنا القانون حدده بصراحة بأن يكون شخص طبيعي أو اعتباري،
ليس بالضرورة أن يكون شخص طبيعي، ممكن يكون شركة. فالشخص الطبيعي أو الاعتباري حدده القانون بالجمهور، أما محكمة النقد حددته بالاجتهادات بأنه ثلاثة أشخاص على الأقل. المعيار بالحقيقة هو، والفرق بين هون الفرق الجوهري بين المستثمر وجامع الأموال، أن المستثمر يقوم بجمع الأموال وتحديد نسبة الأرباح. هنا جوهر الموضوع، تحديد نسبة الأرباح مسبقاً، إضافة لذلك تحديد مواعيد معينة للأرباح بشكل مسبق. أما بالنسبة للمستثمر فهو يقوم بعملياته التجارية من خلال شركته، من خلال نشاطه التجاري، بإعداد موازنة سنوية مالية يحدد فيها قيمة الأرباح والخسائر، وتوزع على المكتتبين أو الشركاء كلهم بحسب قيمة رأس ماله. كنا عم نشوف يعني انه رغم كل القوانين اللي فرضت ورغم كل العقوبات اللي تم سنا بالمشروع حمايه المستثمر، ولكن نجحت بعض الشركات اللي طلعت باسم وهمي وكان الغطاء هو جمع الاموال يعني. نعم. اليوم يعني قانونيا هدول الشركات شو يعني القانون، شو عقوبتهم يعني اذا تم يعني خلينا نقول تواجدهم بالبلد؟ اذا انطبقت اركان جرم جمع الاموال جعله المشرع جرما جنائيا الوصف، تصل العقوبه المانعه للحريه فيه الى 15 عام، اضافه الى عقوبه ماليه قلناها ان هي الغرامه تعادل مثلي المبلغ المجموع. اليوم القانون بيلزم انه ترجع الاموال للناس تماما، هذا الالتزام المدني ان يعيد الاموال كافه للاشخاص التي تم جمع الاموال. من خلال خبرتك ومجالك، هل في شركه اليوم كانت تحت مسمى او غطاء جمع الاموال ورجعت الاموال للناس؟ في الحقيقه يوجد الكثير، يوجد يعني ما بدنا نقول الكثير، ولكن يوجد البعض تسول انه نفسه، ولكن ما تهزين يعني اليوم القانون واضح وصريح، واجتهادات محكمه النقد قلت لك عم تتماشى مع الوضع اللي نحن فيه. يعني كان سابقا اذا بدنا نفوت بالاجتهادات، كان سابقا تحديد محكمة النقد للجمهور، لفظ الجمهور بقانون رقم 8 لعام 1994 هو 10 أشخاص. في الآونة الأخيرة محكمة النقد عدلت هذا الاجتهاد واقترح، أو بالأحرى استقرت على اجتهاد جديد أن هذا الجمهور هو ثلاثة أشخاص. طبعا لكبح جماع هذا ترجع الأموال للأشخاص لأصحابها، قديش المدة القانونية وكيف شو الإجراءات اللي بيتبعوها هدول الأشخاص اللي تم جمع الأموال منهم لحتى يستردوا؟ ممكن أنه يتكلفوا أكثر لحتى يستردوا هذا المبلغ؟ بمجرد ثبوت الجرم وتوافر أركان الجرم سيتم محاكمته أمام القضاء الجزائي، ابتداء من التحقيق إلى محكمة الجنايات كون أسلفنا بأنه الجرم جنائي الوصف، بعد صدور قرار مبرم بتجريمه بارتكابه لجرم جناية جمع الأموال يقوم برد الأموال. هذا أصبح من الالتزامات المدنية بنص القرار اللي رح يصدر، عقوبته مثلا 15 سنة لأنه الحد الأعلى فيها الاعتقال، هي عقوبته الاعتقال 15 عام، إضافة إلى غرامة مالية. غرامة يعني هي الغرامة طبعا عقوبة وليست التزام مدني، الغرامة يعادل مثلي المبلغ الذي تم جمعه، أضف على ذلك بأنه يرد الأموال إلى أصحابها اللي تم جمعهم، إضافة إلى عقوبات أخرى ومنها نشر الحكم بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة. طيب أستاذ فراس، حضرتك رجل قانون وعندك أكيد تجربة كتير كبيرة بهذا المجال، اليوم نحن خلينا نقول مقبلين على مرحلة حيكون فيها إن شاء الله يعني كل يوم نحن كلنا اليوم هيك أمل أنه نحن رحين على مرحلة إعمار، على مرحلة استثمار جديدة بالبلد. فاليوم من خلال تجربتك ومثل ما قلت لك حضرتك رجل قانون، اليوم في توصيات تحمي المستثمر وتقدم بعض النصائح القانونية كرمال نبتعد عن موضوع إن كان عمليات المخاطر إن كان عمليات الفشل؟ في الحقيقة المقترحات كثيرة، ولكن ممكن أنه نحصر بمقترحين أو توصيتين. التوصية الأولى نوصي فيها المشرع عفوا بأن يقوم بسن قانون جديد يلزم كافة التجمعات التجارية سواء كانت فردية أو جماعية، إن كان شركات إلى آخره، أن تقوم بتنظيم عقودها عن طريق محامي أستاذ مسجل لدى جدول الأساتذة المحامين في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية. طبعا كونكم عم تعانوا، فاليوم أنت أول توصية لحضرتك أنه يكون في مشروع ينسن كرمال هاي القصة. تماما، يعني واسألوا أهل الخبرة. اليوم لما محامي بينظم عقد أكيد ما حيكون مثل أي شخص بينظم عقد. فعلى هذا المستوى شركات وأعمال استثمارية وأعمال تجارية تحتاج إلى أهل الخبرة من المحامين. نحن بحاجة إلى فرض أو إلزام هذا الموضوع أنه أي عمل تجاري بدك تقوم فيه أن يكون منظم من قبل محامي. إضافة لذلك سن قانون يلزم كافة الشركات التجارية، إن كان بقانون تجارة أو قوانين تجارية بشكل عام، يلزم الشركات التجارية بتعيين محامي أستاذ أيضا من جدول المحامين الأساتذة
في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي الذي ستقوم بإشاره لدى الوزارات والسجلات الرسمية بتعيين محامي أستاذ لكافة عملياتها التجارية سواء داخل الشركة أو بتعاملاتها مع الغير لإضفاء الصيغة القانونية على الأعمال التي تقوم بها هذه الشركة. طب أستاذ هلأ نحن شوي السؤال يمكن شوي بعيد عن اللي عم نحكي فيه، مو استثمار بالنسبة للناس اللي الأشخاص الأفراد يعني اللي بيشغلوا مصاري بيجمعوا مصاري من الناس إنه أنا عم شغل لكم ياهم بيعطوهم مبالغ عليهم شهرية طبعا. هون شو الحماية؟ في ناس بتعمل سندات أمانة، هي طبعا. السندات الأمانة بتحميهم ممكن إنه يقدروا يرجعوا المبلغ اللي أدعوه بهذا السند؟ تمام. هلأ هون بصراحة يعني هذا صلب موضوع جمع الأموال اللي حكينا فيه ويحتاج إلى شرح مطول بصراحة. سندات الأمانة هي عبارة عن زيادة ضمان، الجرم لا يحتاج لتوافر أركانه لوجود سند أماني في الحقيقة، هي إحدى الحالات لأنه هون ممكن يكون ضمان أكبر. هلأ في حال ما سبب جرم جمع الأموال ممكن يطالب فيه عن طريق سند أماني بشكل مستقل تمام؟ أما جرم جمع الأموال لا يحتاج إلى سندات أمانة لتوافر أركانه، بمجرد ثبوت هذا الجرم طبعا في قرائن وأدلة وإلى آخره، بمجرد ثبوت هذا الجرم مضطر أنه يرجع الأموال طبعاً بعد صدور قرار جزائي مبرم بتجريمه بهذه الحالة، لأنه هاي الحالة شفناها كتير منتشرة بالفترة الأخيرة. تماماً. طيب خلينا نرجع شوية بس بكز. لو سمحتي لي المقترح الثاني اللي كنا بدنا نذكره نوصي الحكومة، هذا مقترح بصراحة جداً مهم اليوم على ما يبدو اليوم في معاناة وفي ولكن اليوم يعني حقكم أنتم كمحاميين اليوم يكون القانون مرن، يعني اليوم نحن دائماً نحتاج لتشريعات بتواكب التغيرات تماماً. اللي عم نعيشها بتواكب المرحلة الجديدة اللي نحن يعني مقبلين عليها تماماً. فإذا نوصل الحكومة متمثلة بمجلس الوزراء والوزارات المختصة مشكورين طبعاً يعني أكيد. دائماً نحن في عنا تواكب لهذه الأمور بأنه ينشئوا أو إنشاء منصات رقمية رسمية خليها تكون لتبيان كافة الشركات كافة المستثمرين. هذه المنصات تكون برعاية الوزارة المختصة، توضح السجلات التجارية، توضح الشركات أنواعها أعمالها رخصتها تاريخ إنشائها تاريخ مزاولتها للعمل انتهاء الرخصة إلى آخره، بغاية أي شخص يطلع على هذه البيانات لا يقع ضحية في جمع الأموال من قبل أي شخص أو أي شركة وهمية. طبعا هذا الموضوع موجود حاليا بدول الجوار إن كان بلبنان أو إن كان بالإمارات العربية المتحدة، ممكن لأي شخص أو أي مستثمر بيتأكد من أي معلومة لأي شركة أو أي مستثمر عن طريق الويب سايت، ممكن يشوف كافة البيانات بشكل متاح للجميع. هلأ إذا كنا تحت فرض قانوني لهي المنصات فأكيد نحن عم نروح للطريق الأسلم والإيجابي، ولكن في بعض الشركات بتقول لك أنا يعني ما بقبل بهي المنصة، أنا في عندي شغل تاني يعني، وهون بيكون في شيء تاني بالمخفي يعني. تمام. هلأ هي معلومات بسيطة ومتاحة للجميع، يعني معلومات تاريخ موجودة. إنشاء السجلات السجل التجاري، رقم السجل التجاري، رقم الرخصة، اسم المالك، الشركاء إلى ما هنالك، معلومات بسيطة واضحة ما فيها يعني سرية للشركة أو تعدي على سرية الشركة. طيب هيك بالدقائق الأخيرة مثل ما بيقولوا دائما الإيجابيات، وخاصة نحن من عنا أمل كتير كبير مثل ما قلنا عم نعول على المرحلة القادمة. اليوم وقت بدنا نذكر الاستثمار عم نقول اقتصاد، عم نقول بطالة، عم نقول رفع أجور، يعني قانونيا اليوم قانون كيف بينظر للإيجابيات بموضوع الاستثمار؟ الحقيقة الإيجابيات ممثلة بالمادة 2 من قانون الاستثمار اللي هو هدف قانون الاستثمار اللي يطمح طبعا التعديل الأخير، يعني فرق بسيط جدا بين 21 و 23 عدل شغلات بسيطة. الغاية الأساسية من القانون 18 رقم 21 هو الهدف المتمثل بالمادة الثانية واللي هي رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وصولا إلى التنمية الشاملة والمستدامة. اسمحي لي هنا أن أؤكد على نقطة مهمة، نحن إن شاء الله مقبلين على مرحلة التعافي مثل ما تفضلتي، وسوريا هي تربة خصبة للاستثمارات إن شاء الله سابقا وستزال وستبقى إلى الأمام إن شاء الله. من منبركم الكريم أدعي كافة المستثمرين بإقامة الاستثمارات التجارية في سوريا، تأكيدا لقول السيد الرئيس دكتور بشار الأسد أن رأس المال لا يجوز أن يكون جبانا ويجب أن يكون مبادرا ويجب أن لا يكون متلكيا. وفي الحقيقة يعني من عام 1994 القانون حمى المستثمرين والاستثمارات والشركات وجمع الأموال وإلى آخره، فلدينا تربة قانونية وتربة خصبة للاستثمار.
نتمنى أن تكون مرحلة مقبلة متعافية أكيد إن شاء الله. أستاذ، ونحن بنعرف اليوم البلد بحاجة أبناء، يعني في أشخاص كتير مغتربين موجودين بالخارج عندهم مشاريعهم الخاصة. تمام. اليوم مثل ما قلت صار في بيئة اليوم وسوريا بحاجتهم يعني لا يرجعوا ويعمروا بلدهم. نعم. ويكونوا جنبنا بهي خلينا نقول المرحلة اللي مقبلين عليها. نتشكر حضورك لليوم وشكرا لكل المعلومات، نورت صباحنا. تحياتنا لكل أهلينا بحلب اللي دائما نحن نطمن عليهم خلال تقاريرنا من خلال وقفاتنا عبر اتصالات هاتفية، واليوم جايتك كتير غالي علينا. تسلمي كلك ذوق، شكرا لكم. شكرا لك كتير ويعطيك ألف عافية، نورتنا. أهلا وسهلا أستاذي. نحن